FM. الكلمة ليك. علاش تبكي يا رضا؟ موجوعة وما خذيتش حقي، والبلاد هذه ما لا غالبك هو حقي ما خذيتوش وما خذيتش حقي هو مساج نخدم لبلادي وضحيت أنا. كنت أخو قاورية طلقتها تو معناتها عندي برشا مشاكل عائلية ومعناتها ما استحقش كون شعوني العائلة وما عنديش شهرية ما عنديش خدمة قارة واللي جاو بعد خدموا في الجامعة وشدوا بلايص وترسموا واللي أنا 20 سنة في الدومين هذا رخصة نتاع كشك ما عنديش ونتحبني ما نحسش والدنيا فيها الموترة فما ربي حسب الله ونعم الوكيل. في شكون؟ حسب الله ونعم الوكيل اللي خذالي حق. فما شكون كلاك حقك؟ لاو لي حقي وتعداو على وطلعوا فوق في الداري انا وكل شيء وخذاو لي حقي بالقدام معناتها وديما نقول حسب الله ونعم الوكيل. ان شاء الله معناتها السي يوسف الشاهد يسمع فيا ونحب حتى القايد السبسي الباجي قايد السبسي مش ناخذ حقي. علاش انا كمواطن تونسي علاش يا ربي يا رسول الله 6 في العائله مرضى وما لقيت حد حتى الدعم من السلطات لحد شيء وساكت وحامل عندي 20 سنة ضيعت مستقبلي العمر يمشي الكورة مش تمشي على روحها ورضا الفيل ما صور حتى شيء في الكورة وكشوف زوز تتويجات العالم معناتها حاجة شرف لبلادي وللناس ما عاملة حتى شيء كرموهم في الكراسي ويعطيهم الفلوس ورضا الفيل قلت لك دابو الزمان ما خذيتهاش الوحيد قلت لك هذاك وخويا وعشيري كان يطلب لي مشي كلوة أنا مستعد تو هنا اللي هو خويا لطفي الزياني أكثر من خويا معناتها وربي يعلم وكاو وانا في القلب وكاو كابا فهم الكلمة ليك.